كنستعدوا خويا للصلاه وقيام الليل وقراءه القران وبحال هاد الحوايج. التقاليد كيقدروا يديروا مثلا ما عرف كيكون الصدقات هكا كيديروا كسكسو داكشي المسجد شي حوايج بحال هكا. نصليو المغرب بعدا قبل كل شيء هو الاول تنفطروا نجيو للجامع ديريكت وتنصليو العشاء والتراوح ومن بعد ديك الساعه تنجيو ثاني لقيام الليل تيسالي حتى الصباح ثلاثة الصباح. هذا كاين شي استعدادات أخرى على مستوى الأسري كديروها كل عام في هذه الليلة هذه الكريمة؟ تنجمعوا وليداتنا تنتهلاو فيهم هذا هو تنديروا الأكل خصوصا الدجاج ضروري الدار هادشي اللي كاين. تاجي داك الشيء لاقاش ما كاينش شي سميتها ليلة القدر النهار بالضبط هو 27 هي تتكون في العشر الأواخر ما مضبوطش النهار تاعها المهم تتكون هي في العشر الأواخر. من الاحتفال تاع ما كاين لا احتفال عادي هي الاحتفال تاع هو تقوم وتصلي التين ديالك ما زيد تصلي كل تقوي الايمان ديالك. وان شاء الله كيعرفتي في ليله القدر راه تيكون واحد الاجواء روحانيه بنادم تيمشي تيقصد المسجد تيصلي تيأتي داكشي الواجب نتاعو وتيمشي عند الوليدات تيفرحهم وتينشط مع الخوت والحباب والعائله وداكشي نتاع الله المهم تتستعب الله الله. بحال دابا الوليد اول مره ليه الصيام تيصوم تنسلقوا ديك البيضه تنديروا حنينه تندير لهم شويه ديال الكحل في عوينتهم تنلبس لهم اللباس التقليدي هادشي اللي كاين. تقدر تكون من العائله مجموعه تيديروا واحد الحافل بين العائله تيتجمعوا بعض جهاتهم تجيو بنا واحد القصيريه ديال الدجاج نعماس يجيب بالذهب داكشي زويون وتيقول لها الرفيسه هادشي الرفيسه هي اللي كتكون داك ليله القدر. بالنسبه لليله الليله ديال ليله القدر دوك الشريفات اللي تيديروا قناوه اللي تيديروا قناوه تي هما باش تيحلوا تيحلوا البيبان ديال حنت الجنون تيتصبدوا في رمضان وتيطلقوا ليله 27 وهذوك المقدمات ودوك الشريفات في هذيك ليله 27 تيجبدوا هذاك الحمل ديالهم باش يخدموا وتيبخروه ويجبدوا هذوك الطقوس ديالهم كلها هما وتيستعدوا بحال حتى هما فرحوا بالجن حنت تلاقوا داك الشيء. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن